ناس كتير قوي تقول لك انتوا ليه بتركزوا مع المنتخبات بتاع شمال افريقيا، منتخبات الجزائر والمغرب وتونس؟ يا باشا عشان الناس دي عندها سسبنس، عندهم اثاره كده في قوائم المنتخبات بتاعتهم. انما احنا قائمه منتخب مصر ابراهيم فايق بيعلن عليها قبل اسبوع وبيعلن بالتفاصيل، هنلعب فين وهنتمرن فين، هنتمرن في الدفاع الجوي، هنتمرن التمرين الاساسيه في استاد القاهره، هنسافر على طياره خاصه للسنغال، وليله كبيره قوي سعادتك. فجايين نكمل الفيديو بتاع ابراهيم فايق اللي هيعلن فيه اسماء اللعيبه، لان انا بصراحه لسه حتى الان ما شفتش الكلام على اسماء لعيبه منتخب مصر. معمول حسابها في التاشيرات وجوازات الصرف سفر، ومعمول حسابها ان هي تبقى موجوده مع الفريق في حاله لا قدر الله حصلت اي اصابات، حصل اي حاجه خلال كام يوم اللي جايين. لا مفيش اثاره، كل حاجه معروفه كده مره واحده، مفيش مفاجآت. يلا يا على راسها بكل تاكيد واحد من اللاعبين اللي قدروا يحافظوا على مستواهم بشكل مميز، وهو محمد الشناوي ثم محمد ابو جبل ثم محمد صبحي. ما اعتقدش ان ابو جبل هيكون موجود في القائمه بصراحه ابراهيم، لو كان موجود في القائمه يبقى فيك تكويس كبير بصراحه. القائمه الاساسيه لحراسه المرمى فيها قائمه احتياط مكونه من اثنين لعيبه اللي هم محمود جان ومحمد فوزي. نروح لخط الدفاع. روح ابراهيم. في اسماء لاول مره هتسمعوها، والنهارده هيبقى برضه في مفاجآت هتعرفوها فيما يتعلق بافكار الراجل لمباراه. هتقول لي لا ده فيديو عادي وممكن يكون اي كلام يا عبد السلام، اقول لك لا 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 لا، المنتخب المصري معروف التشكيل بيتعلن قبل الماتش وبيومين، وبالصدفه البحته بنلاقي نفس اللعيبه اللي اتقال عليهم في الاعلام هم اللي موجودين في الملعب. يعني منتخبنا ليه سوابق في القصه دي، وكارلوس كروش بيشد في شعره من الكلام ده، لان كل حاجه بتتسرب عندنا في المنتخب، ما تعرفش مين بيسرب بقى. فالكلام بتاع ابراهيم فايق والفيديو ده هو اعتقد ان هو فيديو حقيقي 100%، والاسماء اللي هو هيتكلم عنها هتكون موجوده مع منتخب مصر، لان ابراهيم فايق زي ما قلت لك في شارع كده ما بينهم وبين المنتخب، بياخدوا الكلام من هنا يطلعوا يقولوا للناس من هنا. السنغال بمعنى صح القوام الاساسي اللي هيعتمد عليه في مباراه السنغال. محمد هاني سيكون من الاضافات اللي هيبقى ليها دور مع الاسف منتخب مصر لتدعيم الجبهه اليمنى مع عمر كمال عبد الواحد. اتمنى ان عمر يكون اساسي. اتمنى ان عمر يكون اساسي، ما يكونش محمد هاني يا ابراهيم، لان عمر اكيد خط الظهر اللعيبه اللي اكيد مفيش شك ومفيش كلام دورهم مهم جدا. محمد عبد المنعم، محمود علاء من الاسماء اللي موجوده، ايمن اشرف من الاسماء اللي موجوده، فتوح ومحمد حمدي. مين محمد حمدي؟ محمد حمدي هو الباك ليفت بتاع بيراميدز واللي ماشي برضه بشكل مميز. دي القائمه الاساسيه في الدفاع. قائمه الاحتياط بتاعها اللي برضه الراجل بص عليها ما هياش بعيد عن عينه، علي جبر، احمد ياسين، كريم حافظ، ومروان داوود. وتقدر كده هتطلع مروان داوود واحمد ياسين. كريم حافظ، مروان داوود اخدوا ادوار قبل كده مع الراجل، يمكن علي جبر بس لو علي جبر ما في موجود خالص، انما الراجل بيفكر فيه في حال لا قدر الله حصلت اي حاجه في الاصابات اللي فوق. ما تنسوش انه حجازي مصاب من الاعمال الرئيسيه. طبعا بيتكلم على اللعيبه المحليه حتى الان. نتمنى له الشفاء والسلامه باذن الله. يبقى لو في اضافه حقيقيه على القائمه الاساسيه هيبقى مين؟ محمد هاني. محمد هاني التغيير الوحيد. منتصف الملعب. خش. منتصف الملعب. طبعا طارق مش موجود. عمرو السوليه دي القائمه الاساسيه، عمرو السوليه. حمدي فتحي. حمدي فتحي. امام عاشور اللي حجز مكان ومكانه عند الراجل. محمد النني ومهند لاشين وزيزو. طبعا. دي القائمه. نص الملعب ما فيهوش اي مشكله. الوسط اللي الراجل بيعتمد عليها وما فيهاش شك وما فيهاش جدال وما فيهاش اضافات. تاني وما فيهاش اضافات. السولية، عبد الفتحي، امام عاشور، النني، مهند لاشين، زيزو. الوسط الهجومي. ايوه. الاسماء اللي هقول لحضرتك عليها ديت وما فيهاش اضافات. عمر مرموش. ايوه. محمد صلاح. تريزيجيه. محمد صلاح. مصطفى محمد مصطفى فتحي بيقدم مستويات كويسه جدا مع التعاون السعودي حتى الان. صلاح ومصطفى فتحي. قائمه الاحتياط هتبقى مكونه من اثنين لعيبه برضو كان ليهم دور واخدوا مع الراجل فرص، ابراهيم عادل واحمد رفعت. ابراهيم عادل
عادي يا هيما انت حبيبنا فنسيب الاعلان هنا. يلا يلا. أفشا و طارق حامد. طارق حامد برضه بقى له فترة بس برضه الناس كانت بتتكلم. مصفى عبد. من محمد عبد القادر. أيوه أنا طارق مصفى عبد العاد بتاعه فيه إصابة. بتتكلم عن احتمالي أن يكون هناك انضمامات أهو ابتدينا نقول لحضرتك. أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر طبعا أفضل لاعب في الأهلي بالنسبة لي. ما اعتقدش مصطفى محمد وكوكا دي القائمة الأساسية. كوكا رجع تاني؟ لفت للنظر لكوكا في الفترة اللي فاتت. هو كوكا متعلق في دوري البرتغال بس بيجي معانا بيشوف قدامه. نوعية الاسترايكر اللي الراجل بيحبه واللي هو صندوق الفروت القوي جسمانيا اللي بيعتمد على الرأسيات مش شرط الرأسيات في الكورسات عشان تسجيل الأهداف. الكور العالية اللي بينزلها لك. بيحب دايما الكورة التانية اللي هتيجي من تحت راس الحربة وإن هو يحاول يستثمره كصانع لعب. هنشرحها لكم النهاردة. انجز يا ابراهيم وقول اللي باقي كده. شريف اوت وكوكا يعني كده بالصلاه على النبي مصطفى محمد وكوكا ومروان حمدي. شريف واحمد ياسر ريان وناصر منسي دي القائمه. محمد شريف واحمد ياسر ريان وناصر منسي دول بره بس مش مستبعدين. ايه الاسئله اللي هتيجي في الامتحان؟ الله عليك يا هيما. الاصابات اللي خارج التجمع طبعا. حجازي. احمد حجازي. اتمنى شفاء وسلامه ورمضان صبحي الف سلامه عليك يا رب. الاصابه الحمد لله الحمد لله ان هي جت على قد كده. هي تجمع دموي على الركبه اليمنى. فبتمنى له شفاء وسلامه لمده اسبوعين ومش هيلحق الماتشين ده بالظبط كده رمضان بره. القائمة بالنسبة لي زي ما كنا متوقعين ما فيهاش أي إضافات جديدة غير أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر اللي بيقدم مستويات مع الأهلي جميلة جدا جدا. أتمنى أحمد عبد القادر يكون بديل قوي لعمر مرموش. أتمنى إن هو فعلا يكمل بكوكا ويكمل بمصطفى محمد لأن الأفكار بتاع الراجل مش راكبة على محمد شريف خالص. أما بالنسبة لاستبعاد قفشة وطارق حامد فأعتقد المرة دي مفيش أي حد هيقدر يعترض. كل الأهلاوية شايفين إن قفشة مش شايف قدامه ومفيش زملكاوي يقدر يطالب إن طارق حامد ينضم لمنتخب مصر لأن طارق حامد ما لعبش مباريات كتير من بعد كاس الامم الافريقيه تخلي الراجل يقعد يبص عليه. ده ما لعبش خالص اساسا. فدلوقتي اعتقد الاختلافات هتبدا تقل مع الراجل لان قائمه محترمه جدا. نتمنى ليهم التوفيق يا رب في الماتشين بتوع السنغال ونتمنى ان هم يحققوا حلم المصريين بالوصول لكاس العالم. ومحتاجين دعاء من الاخوه الاشقاء سواء جزائريين او مغاربه او توانسه ان ربنا يكرمنا ونعرف نعدي من العقبه الصعبه جدا وهي منتخب السنغال. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. ما عجبكش الفيديو ما تقولش لابراهيم فاي عشان ما نضربناش استرايك. الناس دي كبيره مش هيهتموا اكيد بقناه في غنطوطه لحالتنا الا بقى لو اهتموا وقتها هعمل ديسنود للصوت. هنعمل ايه؟